أنشأ المستعمر الفرنسي مستشفى الأمراض الصدرية والتنفسية المتواجد بقرية ابن صميم بإفران على بعد حوالي 6 كيلومترات من مدينة إفران، 11 كيلومتر من مدينة أزرو. بناية عظيمة كتتألف من 8 طوابق، شيدت سنة 1948 على مساحة إجمالية كتقدر بحوالي 40 هكتار في منطقة غابوية بالقرب من عين ابن صميم. بدأ الاشتغال بها سنة 1954 بطاقة استيعابية كتوصل حتى 400 سرير، بالإضافة إلى مرافق مختلفة كقاعة سينما وملاعب وغيرها. بناية ضخمة صارت إلى اليوم أطلالا تؤرخ لحقبة الاستعمار الفرنسي في مدينة إفران، التي يظل مستشفى بن صميم والكنيسة المسيحية وحي العائلات الفرنسية وبضع منازل بحي الرياض، مآثر تاريخية يجب العناية بها بدل تركها تتعرض للإهمال. ما إن تقترب من بنايات المستشفى الشامخة حتى تسمع أصوات الأبواب الداخلية التي تغلق وتفتح لوحدها، وهي الأصوات التي نسجت حولها الحكايات، حيث تحكي إحدى الروايات أن سيدة كانت نزيلة للمستشفى تتلقى علاجها، فإذا بها ذات ليلة تأخذ الأشباح لترمي بها عبر الأدراج ليجدوها ميتة، وهي رواية من بين الروايات المختلفة التي لن يصدقها أي عاقل. الشبح الوحيد بالمستشفى حسب بعض المتتبعين أولئك الذين أفرغوه من معداته الطبية وأجهزته وأسرته وخرجوا مسرعين تاركين النوافذ والأبواب مفتوحة، مما يجعل من السكان والزوار يستحضرون فرضية الأرواح الشريرة. فإن ترميم المستشفى سيضخ دماء الحياة في إقليم إفران لتقريب الخدمات من المواطنين، خصوصا في التخصصات التي تتطلب الهجرة واللجوء إلى المستشفيات الجامعية، ويفتح فرص شغل جديدة بين الأطر الطبية والممرضين والمعطلين والتقنيين والإداريين. وستنتعش الحركة الاقتصادية بما في ذلك حركة النقل والسياحة الداخلية، فماذا تنتظر وزارة الصحة؟